لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك يا الله يا الله، لبيك ما لبت لك الأفواه، لبيك جينا لم تطي أشواقنا، نهفو لبيت لا نروم سواه، لبيك إن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خمسة: توبة، أداء الحج والعمرة، كثرة الذكر، الصوم، كثرة النوافل، الدعاء. ادخل على الدعاء بقلب جامد، هو العبادة كما قال سيد السادة صلى الله عليه وسلم، مطلوب في كل وقت. طيب في الأيام دي محتاجين نزود في الأيام الفاضلة، ورد إجابة الدعاء فيها، واستحبه الشافعي وغيره من العلماء خصوصا يوم عرفة. ما من يوم، شوف أسلوب الإغراء ده، شوف الطريقة بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة. أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، ليالي العشر أوقات الإجابة، فبادر رغبة تلحق ثوابه، ألا لا وقت للعمال فيه، ثواب الخير أقرب للإصابة، من أوقات الليالي العشر حقا، فشمر واطلبن فيها الإنابة. فاجتهد. يبقى أنا دخلت بالعبادات اللي أنا ذكرتك بها في أول اللقاء، وقاعد شغال في الدعاء، يعني شغال توبة ودعاء، في أداء الحج والعمرة والدعاء، في كثرة الذكر والدعاء، كثرة الصيام والدعاء، كثرة النوافل والدعاء. الدعاء ده يا جماعة معنا في كل وقت، هو العبادة. ولا تنسى في دعائك أن تدعو للمسلمين ومن لهم حق عليك، الضعفاء، المرضى، أهل البلاء، المحرومين، وأن يرزقنا الله الأمن والأمان والسلامة من كل شر وبلية، وأن يصلح أحوال المسلمين. سابعا: تشرع الأضحية في يوم النحر، يوم العيد وأيام التشريق، سنة خليل الرحمن إبراهيم حين فد الله ولده بذبح عظيم، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر، ووضع رجله على صحافهما صلى الله عليه وسلم، وأكد على أهميتها بقوله صلى الله عليه وسلم: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. وعليها أن ينتقي الأفضل من الأضاحي ليقدمها قربانا لمولاه جل في علاه، واستحب أن يأكل منها ويهدي ويتصدق. ثامنا: ألا يأخذ صاحب الأضحية شيئا من شعبه وأظفاره، لما ثبت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعبه وأظفاره، وفي رواية: فلا يأخذ من شعبه ولا من أظفاره حتى يضحي. ولا بأس بغسل الرأس ودلكه ولو سقط منه شيء من الشعر، ولعل هذا تشبها بمن يسوق الهدي في الحج. طبعا لازم ننبه إن النهي ده يا جماعة لصاحب الأضحية، يعني لا يعم الزوجة ولا الأولاد. تاسعا: صلاة العيد اليوم العاشر كما سيأتي في وقته بإذن الله، يأتي المصلى ويشهد الخير مع الناس ويصلي العيد ويسمع الخطبة، ولا يفوته اجتماع المسلمين ويتصافح الجميع، تقوية لأواصر المحبة والمودة بين الناس. عاشرا وأخيرا وبها ننهي لقاءنا: البعد عن المعاصي والذنوب. على العبد يا أحبتي أن يعرف حكمة العيد، وأنه يوم شكر وعمل بر، فلا تجعلوه يوم أشر وبطر ومعصية وتوسع في المحرمات، فقد يكون سببا لحبوط الأعمال الصالحة التي عملها في العشر. انتبه، خلي بالك، وده من خطورة التعامل مع الله، الغلطة ممكن تضيع كل حاجة. وفي الختام حبيبي في الله، لا تكن ممن يجري خلف هذه الدنيا الفانية مكتفيا بها عن الآخرة الباقية، فتشغلك عن الطاعة وتنسيك القارعة،
وإن هي إلا أيام حتى نكون محمولين على الأكتاف لنوار الثرى، فلا يبقى لنا في قبورنا صاحب إلا ما قدمنا من عمل صالح. هذه المواسم أحبتي تأتي سريعا وتنقضي سريعا، والعاقل المتأمل من يعي حكمة الله تعالى في هذه المواسم فيعمل وفق مقتضى هذه الحكمة. نسأل الله تبارك وتعالى الذي بلغنا العشر ونعيش هذه الأيام المباركات أن يوفقنا لحسن العمل وحسن العبادة، صائمين قائمين مكببين مهللين مسبحين متصدقين. وفقنا الله والجميع لما يحب ويرضى، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك يا الله يا الله، لبيك ما لبت لك الأفواه، لبيك جينا لم تطي شواقنا، نهفو لبيت لا نروم سواه.